السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الأخوات، كنعتذر على هذا الصوت اللي غتسمعوه في لاريير بلون، ولكن مع الظروف غادي تصبروا معايا. دونك هذا الفيديو غادي يكون تلخيص اليوم الأول اللي دار التكوين أو الدورة التدريبية حول أساسيات أردوينو. هاد الدورة كتقوم بالتنظيم ديالها من طرف أردوينو ماروك، متجر أردوينو ماروك لبيع أجهزة إلكترونية متعلقة بإنشاء مشاريع مربوطة بأردوينو رازبيري تاع يو اس بي. دونك من إنجاز زويتي المهدي نبداو إن شاء الله هذا التلخيص لما جاء في الحصة اليوم أمس. دونك المحاور، بالنسبة للمحاور سنرى في هذه المحاور ما معنى سيركوي انتجري، ما هو الفرق بين ميكرو بروسيسور ميكرو كنترولر، ما معنى اردوينو، ما هي مميزات بطاقة اردوينو، انواع اردوينو مع تحديد الفروقات بينهم، وفي الاخير من ماذا تتكون بطاقة اردوينو مع ذكر الوظائف. ما معنى سيركوي انتجري؟ بكل بساطة سيركوي انتجري او لا انتجريتد سيركوت اللي بالانجلي اللي كان اللي معروف بزاف بإي سي، هي واحد الرقاقة مدمجة أو متكاملة. المقصود هنا شنو هو؟ هو كتحتوي وسط الرقاقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية، منها بحال ريزيستور ديو ترانزيستور، كيكون مشمولين في هاد الرقاقة. اوكي، دونك هنايا هذيك هاد الرقاقة ساعدت باش تقلص الحجم تاع دوك الدارة الكهربائية لواحد جزء صغير اللي ممكن يوصل نانومتر. دونك هادي هي اي سي او لي سيركوي انتيغري. دونك هنايا الفرق ما بين ميكرو بروسيسور ميكرو كنترولر، اول ملاحظه كنلاحظوا بان هاد جوج الاجهزه ميكرو بروسيسور كتعتبر تاي سيركوي انتيغري، ميكرو كنترول كتعتبر سيركوي انتيغري، ولكن الفرق شنو هو؟ الفرق اعتمادا على هاد الشيما هادي كنلاحظوا في ميكرو بروسيسور كيحتوي على اش، على سي بي يو اللي هي ميكرو بروسيسور سي بي يو سنترال بروسيس يونت، كتكون فيها يونيتي اريتميتيكي لوجي كونترول يونيت ريجستر اي دي بيس، بيس كيكون طبيعي الحال اكستيريور. دونك هادي كتسمي ميكرو بروسيسور. ميكرو كونترولور كتحتوي على سي بي يو، دونك فيها انكلي وسط منها كاين سي بي يو ميكرو بروسيسور، وزيد عليها اش، زيد عليها الانبوت والاوتبوت ديال لي زونتري سورتي ديال لي بور، زيد عليها الكاونتر، زيد عليها التايمر الروم والرام، هادي كامله كتعطيك ميكرو كونترولر. المقصود هنا ندير مقارنة ما بين أردوينو وما بين بي سي. في البي سي كتلقى إلا حليتي صندوق البواتي ديالك لا بي سي ولا بي سي بورتابل، كتلقى هذاك الانتيل ولا الميكرو بروسيسور، كتلقى الانتيل هذا دونك هذاك المعالج، وكتلقى حداه كتلقى عندك واحد البيل واحد الحجرة هذيك اللي كتكون فيه الذاكرة الروم كيكون فيها البيوس، وكتلقى عاوتاني حداه واحد الباريت اللي هي الرام الذاكرة الحية، يعني ما حيت كاين الكورو راه هي خدامه، غير كتحيد الكورو كتمشي من المعلومه كتكارديهاش عكس الروم، كاين طول ما كاين الطو كتكاردي لانفورماسيون، هادشي علاش حنا كنديرو داك البيل ديك الحجره في البي سي. دونك هنايا هادي ميكرو بروسيسور لاحظتو في البي سي، في البي سي كتلاحظو كاين نستعملو ميكرو بروسيسور. ميكرو كنترول كتلاحظو في الاردوينو مثلا بحال دابا كتلقى واحد هذيك الميكرو كنترولور اللي كيخدم باردوينو اللي هو اتميغا 328، كتلاحظ انه هذاك كيتعتبر ميكرو كنترولر وسط منه فيه ميكرو بروسيسور، وميم طون فيه اش، فيه الرام فيه الروم فيه التايمر كاونتر انبوت، يعني ديك الاجهزه كامل اللي كتحتاج كتلقى في البي سي مجموعين وسط واحد رقاقه واحده سيركوي انتيغري. مزيان، دونك هنايا هذا الفرق ما بين ميكرو بروسيسور وميكرو كنترولر. من غير ميكرو بروسيسور كيتستعمل بزاف في لي سيستيم اللي كيدار ميتي طاش، يعني بحال البي سي كتلقى فيه سيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيجيري بزاف لي سيستم لي بروغرام، بزاف الانظمة بزاف البرامج، عكس ميكرو كنترولر كيكون فيه غير برنامج واحد. بحال دابا الاردوينو ملي كتبغي تصيفط شي بروغرام كتصيفط يعني كيكزيكوتي لك غير هذاك البروغرام، ماشي بزاف لي بروغرام، غيحل لك الباب اللي سالي غادي يدير هادي ولا كيدير حاجه وحده، بروغرام اللي عطيتي كيكزيكوتي صافي ما كيدوش شي بروغرام. الا دزتي قلتي تصيفط شي بروغرام هذاك الاول اللي كان فيه ايت اكراز غيمشي في حالته. دونك هذا المقصود ما بين هاد الفروقات. دابا الاردوينو، اول حاجه نعرفوا شنو هو الاردوينو، علاش جات هاد السميه ديال الاردوينو. اردوينو تصوبات في 2005
كان جات في مدينة إيفريا في إيطاليا، كانت تلقت هذا الاسم هذا اعتمادا على واحد المشروع اسمه أردوين أوف إيفريا، واللي كانت هاد أردوين أوف إيفريا هو واحد الملك ديال إيطالي، كان حكم طليان مدة من 1002 حتى 1014 ميلادية، وكاين اسم ديال مدينة تما سميتها إيفريا إيطالي. دوك هما منين سماو اعتمادا على هذا الملك هذا ديال إيطالي. فهم هنا أردوينو. أردوينو أول حاجة ما جاش مشروع عذرا ما جاش المشروع غير هكا، جا هذا المشروع اعتمادا على واحد جوج المشاريع كانوا قبل، منهم واحد المشروع كان دار في 2001 سميتو وايرين، مشروع سميتو وايرين. هذا المشروع كان باش يصاوبو بطاقة كهربائية، هذا هو لوبجيكتيف ديالو. جا مشروع آخر سميتو بروسيسين، مشروع بروسيسين اللي هو كيتصاوب بالسي، هذا قال لك باش نديرو البرمجة لهاد الأجهزة هادو، دونك باش السهولة ديالو استعملو مشروع بروسيسين. هاد دار في 2005. هاد 2003 جو بونس 2003 عذرا 2003. من بعد هاد جوج المشاريع هنا منين جات الفكره باش يتصاوب مشروع اردوينو اوف ايفريا اللي هو اردوينو حاليا، جا اعتمادا على اش دو برانسيب باش يكون فيه واحد البطاقه كهربائيه وواحد برنامج اللي كيمكن لك تبرمج فيه داك اش غادي دير في البطاقه. دوك اردوينو الخلاصه ديالو شنو؟ الخلاصه ديال الاردوينو هو شنو؟ هو جوج حوايج. اول حاجه كيتعتبر اي دي او، في اي دي او اللي هو داك اللوجيسيال اللي كنلقاو في البيسي كنبروغراميو به بالسي، اوكي. دونك هذاك لاي دي او. دونك هنا عندنا الكوتي اللي كنتبدل في البروسيسين، دونك ها هو البرمجه، عندنا لوجيسيال سامبل ساهل كيمكن يخدم به، حيتاش قبل من هادشي كنا كنخدمو في سيركوي بحال بيكو داكشي كنخدمو بلاسامبلور اللي هو يعني بحال كتقول اصعب لغات البرمجه، حيتاش تما كتخدم مع لي ميموار، خاصك كل حاجه تعرف لادريس ديالها، ما كتخدمش بهذيك ايف ديك لاري فاريابل بحال هكا سامبل، لا خاصك تعرف كل حاجه فين كتحطها، كتحكم في الميموار هذا المقصود وفي الميكرو بروسيسور. دونك هنايا لا كنخدمو غير بلونغاز سي بحال هكا مثلا بايثون هذا. دونك هنا خدمو داك لوجيسيال لاي دي او ديال اردوينو اللي كيكون عندنا في بيسي. بالنسبه للكارت عندنا، عندنا عاوتاني هنايا واحد البطاقه اللي كتكون بروغرامابل، يعني كتيفاس يعني كيمكن لها تيكرازي بروغرام ديالها وتدخل بروغرام اخر، يعني انت مره لوحده تي بروغرام كيحل الباب ديالو، ساليتي من هذا البروجي بيدوز بروجي ديال الروبوت طوموبيل فواتور. دونك هذا كتحط بروغرام ديالو كيمشي الاول كيولى الثاني، بغيتي دير شي بروجي اخر ديال الاريغاسيون ديال السقي كيمشي الثاني كيولى الثالث، كتبقى غير. دونك هنا ايفاس بروغرامابل كتعتمد على واحد ميموار فلاش، اوكي. دونك هذه كارت 8 ميجا 328. كاينين دوطخ فورما ديال هاد ديال الميكرو كنترولور، ولكن لوبجيكتيف كيبقى كلشي لو ميم. انا كنهضر حنا لوريجين ديال هاد الاردوينو باش خدام. دابا المميزات تاع هاد البطاقه، المميزات ديالها بان هاد البطاقه من السهوله ديال الاستعمال ديالها وبانها رخيصه، يعني اي واحد ممكن يدخل هذا المجال ما بقاش الصعوبه في الاستعمال وسهولته في التعامل ديالو، ما بقاش هذاك خاص تخدم لاسامبلور، خاص تعرف كيفاش تخدم سيركوي دوز لي كومبوزو ديالو تسودي وهذا، لا كلشي كاين غير في كارت كتحط غير لي بين بروغرام بسيط، هذا راه صافي كتصاوب بزاف لي بروجي. دونك هنايا الشركات بحال ماتلاب وجافا وبزاف لي زوطخ سوسيتي بحال تا ديال الاكسل، هنا اش دارو؟ هنا دارو واحد بحال شراكة، صابو لي بيبيوتيك اللي هما واحد لي بروغرام صغار لي فونكسيون كيمكن تعيط عليهم وسط البروغرام ديالك اللي كتخدم عليه باش كتخدم هاد الغولاسيون مع هاد التطبيقات. بحال مثلا في ماتلاب اللي هو كيتخدم في سيونس ماتو في سيونس فيزيك، الدراسات الرياضية والدراسات الفيزيائية، كيدار في تريتمون سينيال معالجة الموجات. دونك هنايا بحال دابا عندنا شي حاجة باغي نصاوبوها بغينا نديرو لاناليز ولا تبان لينا في هذاك الانترفاس ديال ماتلاب، دونك يمكن ليك تلاقى مع واحد البيبيوتيك ديال ماتلاب كتربطها في الاردوينو وكتخدم به. كاين ميم برانسيب جافا، ميم برانسيب بيتون، ميم برانسيب دوت نت، ميم برانسيب ليكسيل، دونك كاين بزاف الوسائل بزاف لي كون لوجيسيال اللي كي اكسبتيو هاد اردوين. دونك بطاقه اردوين مع تحديد الفروقات بينها، شنو الاختلافات؟ دونك هنايا الاختلافات حاليا كاين اللي معروفين هو اونو ميغا ومين، كاين نانو.
بالنسبه للتمام، هذا الاثمنه اللي عندنا حنا في السطور ديالنا اردوينو ماروك. دوك الثمن كتلقى بحال دابا اونو 95 درهم، ولكن الا كنتي بغيتي دير اوريجينال ميد ان ايطالي بغيتي دير لها كابل يو اس بي كتولى 100 درهم 105 درهم. ات ميغا بالنسبه للاردوينو ميغا 195 دونك هذا بالكاب ديالو، ميني تاهي بالكاب ديالها 65. بالنسبه للديمونسيون هنا راه معطون بالبوس بالانش، لو بغيتي تكونفيرتي للسنتيمتر ضرب في 2.54 دونك 2.7 ضرب 2.54 عطيك بالسنتيمتر شحال دوك هنا الديمونسيون ديالها. بروسيسور، اشمن بروسيسور كيتعتمد وسط داك الميكرو كونترولور اللي هو المعالج. هنا هاد المعالج يعني شحال من بروسيسور هو شحال من انستريكسيون كدوز في الثانيه، جزء من الثانيه نانو سكوند، شحال من الانستريكسيون. حيتاش دابا البروغرام ديالنا كتلقاه عنده سطوره، ها هذوك السطوره كيتعتبروا لي انستريكسيون، كل انستريكسيون بالنسبه بالنسبه للبروسيسور راه كوموند اش غادي يدير فيها. دونك هنا كنعتبروا السرعه ديال هذاك البروسيسور اعتماد على شحال من سطر غادي يدوز في جزء من الثانيه اللي هي بنانو سكوند. اوكي هادشي اش كيكون غابيد مزيان تري بيان. دونك هنا ات ميغا 328 بي، هنا 2560 ديال ميغا، وهنا ات ميغا 32U4 ديال ميني. بالنسبه للنانو راه كاين واقيلا 16U4 ولا U6. بالنسبه للكلوك سبيد يعني شحال الفريكونس باش كي اكزيكيتي داكشي كتلقى 16 ميغا هرتز 16 دونك لو ميم بالنسبه ليهم ثلاثه. فلاش ميموار اللي هي الذاكره اللي يفصل يعني كتحط البروغرام يعني بروغرامابل ذاكره كيمكن لك تيفاسي الكونتوني ديالها وتحط بروغرام اخر ماشي مشكل، وممكن تكون بيرمانون يعني داخله بحال كور تي رام وكور تي روم. اوكي يعني كيمكن لك تحط بروغرام حيدتي لاليمونطاسيون كيبقى البروغرام تورونشي كيبقى داك البروغرام كاين، بغيتي دير شي بروغرام اخر كيمكن لك تيفاسي يعني ماشي كتبقى لاصقه. تري بيان دونك هنا 32 هنا 166 32 كل لحظه ما بين اونو ميني راه لو ميم، راه ميم شوز بالنسبه للنانو راه لو ميم، الاختلاف كاين في ميغا، ميغا اللي كثيره طلعت بحال او بروم اللي هي الذاكره الميته كتلقى لنا فيها كيلو بيت، هنا كيلو بيت في ميني و4 في ميغا. دونك هنا اختلافات لا جينا نشوفو من غير لا جينا بحال دابا الفولتاج، حتى الفولتاج غتلقاو 5 فولت يعني لو ميم، كتحتاج غير 5 فولت في لاليمونطاسيون. بالنسبه للديجيتال انبوت اوتبوت يعني لي بين اللي عندنا لي زونتري سورتي اللي عندنا في الرقمي في الوحدات الرقميه كنلاحظوا 14 بين هنا وهنا 20 دونك هنا ميني اكثر من اونو. بالنسبه للبي دبليو في ام غادي نشوفوه من بعد شنو هو البي دبليو في ام، كنلاحظوا في الاونو 6 والاخر 7 دونك مالوغوزمون في الاون جينيرال كنلاحظوا بان ميني نومبر دي بين ديالها اكثر من اونو. ها هذا ما كيعنيش بان ميني احسن، ولكن على حسب انت فين باغي تطبق. هما بجوجهم عندهم نفس الكاركتير يعني من ناحيه البروسيسور هو المهم والذاكره الميته والفلاش هادو هما المهمين، اما لي نومبر دو بين على حسب واش شي ابليكاسيون تصاوب شي سيستم اللي محتاج حتى هي اكثر من 10 ولا اكثر من هذا ما تخدم هذاك لي سيفيزو ليك في لي بين، كان عندك قال راه يعني ماشي بالضروره تاخذ هذاك لي كثر. اوكي بالنسبه للشيلد راه كيمكن لك تزيد دي زيكستونسيون، هنا الشيلد في الاونو والميغا، الميني لا ما عندهاش لي سباس فين تزيدو. اوكي نادران بالنسبه لليو اس بي راه بجوج هادو ديال ميغا اونو كيخدموا بستوندار والاخر الميني كيخدم ميكرو يو اس بي. بالنسبه للواي فاي والبلوتوث والانترنت راه ما كيكونش فيهم بثلاثه كاملين، يعني خاصك تزيدهم يا اما شيلد اولا تزيد شي موديل ديالها بحال البلوتوث راه تزيد الموديل ديالو ولا الواي فاي راه تزيد الموديل ديالو. دونك هذيك بالنسبه للباج ديالنا في فيسبوك، مرحبا بكم اردوي ماروك. دونك ندوزو دابا لمكونات لوحه الاردوينو، هذه هي الجزء الاخير. دونك مكونات لوحه الاردوينو غادي ندوزو للجزء اللي متعلق بالاليمونطاسيون اللي هو ماخذ اليو اس بي. هذا اليو اس بي فيه جوج ادوار، الدور الاول اللي هو كيخدم كيشغل لينا البطاقه كيدير لاليمونطاسيون، لاليمونطاسيون كدوز ب 5 فولت 5 فولت صافي. بالنسبه للجزء الثاني وهو كتخليك البروغرام ديالك اللي كيكون في البيسي باش يتصيفط لهذا الجزء هذا اللي هنا كيتصيفط باستعمال هذا البوابه هذا المأخذ هذا اليو اس بي. دونك هنا كيصيفطينا لي دوني البروغرام ديالنا، وثاني حاجه كيخدم لنا كيدوز لنا الضو لهذه البطاقه. كاين عندها منظم جهد، منظم الجهد هو فولتاج ريغيليتور ولا ريغيلاتور فولتاج
هذا منظم جهد، يعني بحال دابا اخذ الطاقه عندنا من 7 حتى ل 12، كيتشد من 7 فولت ل 12 فولت. حنايا البطاقه الا فاتت 5 فولت تحرق لينا، دونك هنا كاين هذا منظم الجهد. حنا عندنا 7، هذيك 7 كيردها 5، 12 كيردها 5، دونك هنا كنظم الجهد. هذا عباره عن ترانزيستور، هذا المأخذ الطاقة عنده من 7 حتى 12، إلا درتي تحت 7 راه ما غاديش يدوز لاليمونطاسيون، ما تخدمش. هادشي علاش بعض المرات كيكون عندك شي بيل 9 فولت كتوصل فيها 6 ولا هذا، ما كتخدمش ديك البطاقة حتى تبان لك ضعيفة بزاف. إلا كانت عندك شي لاليمونطاسيون فوق من 12 فولت، هاد الريغيلاتور غادي يتحرق، ولا تحرق البطاقة كتولى عرضة لاش الاحتراق ولا انفجار، باش ما كيبقاش هذاك الحامي ديال اللي كيحميها. اوكي، ندوزو المسألة ديال هاد لي بين هادو الثنائي بعيد الضوء. عندنا هاد ال، هذا ار اكس و تي اكس. هاد ال اكس و تي اكس، ار اكس هي ريسيف كيستقبل المعلومة، تي اكس هو كيصيفط المعلومة. دونك على حسب الكومينيكاسيون ما بين لاكارت و البيسي، الا كان شي كومينيكاسيون تا بالنسبة لي موديول. دونك الا كان شي كومينيكاسيون كيبان لك هاد دو ليد هادو كيتشعلو باللون الاحمر ولا على حسب اورانج. عندنا ثنائي بعيد الضوء، هنا غادي ندوزو المسألة ديال ثنائي بعيد الضوء. هذا واحد ليد عاطينها لينا اللي هي ال، عاطيك واحد ليد واحد البولا، يمكن دير بها شي تيست بسيط. هذه كتحكم بها هاد البين 13، هاد الجزء هذا كامل اللي فيه بين 13 وما واللي حدا كيتسموا مداخل ومخارج الرقميه ديجيتال. هادو الدور ديالهم كيكون فيه عندك دو بارتي، يا اما غادي تطفي يا اما تشعل، يعني عندك دو كونديسيون 0 1. هذيك 0 هي 0 فولت يعني ما كاينش الضوء، واحد هي 5 فولت يعني كاين الضوء صافي. يعني بحال هكا تبغي تكونترولي شي فولا بيتا طفي وتشعل، بتكونترولي شي حاجة بيتا يخدم ولا يطفى، صافي هادشي اللي عندك كتستعمل الديجيتال الرقمي. اوكي، هاد الا بغيتي شي حاجة اللي كتكون فاغيي يعني من 0 حتى 5، يعني 0 فولت 5 فولت، باغي تا تشونجي يعني بحال ليمينيزيتي ديال الليل، يعني تا الفولا ما بغيتيهاش تشعل كامل ولا بغيتيهاش تطفى كامل، بغيتي تنقص على حسب الجهد ديالها. دونك هنا عندك دو بوسيبيليتي، جوج امكانيات. يا اما تستعمل هادو اللي كيبان لكم هاد الاشارات اللي هنا اللي هما بي دبل في ام، هما راح الاشاره بي دبل في ام راه شفناها قبيله، بولس ويد موديليشن كتسمى باللغه الانجليزيه، بولس ويد موديليشن. دونك هذا واحد البرانسيب، واحد البرانسيب ديال الموديلاسيون. كاين في البين 11 10 9 6 5 و 3، 6 لي بين اللي كاينين من اصل 14 من 0 حتى 13، ستات لي بين ريزيرفي لهاد بي دبليو في ام. هادو كنستعملو باش اش كتريكي كتمودولي اش واحد السينيال اللي كان رقمي ديجيتال من 0 5 فولت يعني 0 1، كتحولو لاش كتولى فاغيي، ممكن دير 0 صافي ولا 1 1 2 3 حتى ل 5. دونك هنا كتحكم في داك كتولى فاغيي. اوكي، عندنا جي ان دي. هنا هاد جي ان دي مقصود به هو لا ماس، يعني الموان تساري بالنسبه للطاره. عندنا تي اكس و ار اكس 0 1، هاد ار اكس و تي اكس راه بحال هادو، غير هو الملاحظة اللي خاصكم تعرفوا، الا كانت هاد لي دو بين اوكيبي و انت ميم طون باغي تصيفط شي بروغرام لاكارت راه ما غاديش يدوز البروغرام. علاش؟ باش بالنسبة لاكارت كيمكن لها تستقبل، يعني يمكن لها تواصل غير مع جهاز، يعني جهاز في خطرة وحدة مكانش جوج. انت ملي كتاوكيبي هاد ار اكس و تي اكس و ميم طون اوكيبي ليو اس بي باغي تصيفط شي بروغرام كيقول كتطلع لك بروبليم، كيقول بان لاكارت ما كاين مشكل باش نتواصل معاه. علاش؟ ديجا انت اوكيبي لي هاد دو بين، دونك تمني تبيت انت خدام 0 1، حاول تحيد هاد لي بين تخليهم فيد، ما تكونش مبرونشيهم، صيفط البروغرام ديالك اجي ركب هاديك 0 و 1. اوكي تخي بيان. دونك عندنا مؤشر تشغيل واطفاء اللوحه، هذا باش كتبان لك لاكارت راه خدام ولا ما خداماش. راه ممكن هاد المؤشرات اللي كيبان لكم اللي هضرت عليهم ما يكونش بلايصهم هنا، ولكن راه كاين انديكاسيون ديالهم، يعني بحال هنا اون راه تلقى فشي بلاصه، بحال كانت هنا تلقى حدا اون وليل، يعني راه تعرفها بلاصه هنا راه هي هذه اللي هنا. اوكي، كاين عندنا زر التصفير اللي هو هذا ريسيت، المقصود بريسيت اغلبيه كيظن بان ريسيت هو كيحيد لك بروغرام يرجع لك اول بروغرام، يعني كيتولى خاويه. لا، التصفير اللي هو ريسيت هو كيرجع لك غير ليطا زيرو، يعني انت البروغرام غادي ديك السطوره ديالو اللي قلنا لهم البرنامج، السطر الاول الثاني الثالث عندك شي 12 سطر، وصلتي السطر العاشر وراك على هذا البوطون، اش كيوقع؟ كيرجعك السطر الاول، يعني كتبدا ازيرو، كيبدا ليكزيكيسيون من الاولى. اوكي، عندنا المتحكم الصغرى اللي هو هذا الميكرو كونترولور، هذا هو اللي فيه الفلاش، فيه بروم، فيه الميكرو بروسيسور، هنا فين كاين؟
كيفات متحكم الصوره ميكرو كونترول كتلاحظوا راه صغير ما كبيرش. ويمكن لكم فاش زوينه في هذا الاونو مقارنه مع الميني ونانو كيمكن لك هذا الميكرو كونترولر تحيدو وتخدمو في شي بروجي صافي. من بعد ما صوبتي الموديل ديالك وباغي تامبليمونتي صافي تطبقوه في شي سيستم يمكن لك تخز هذا الميكرو كونترولر وتركبو في شي دارة ديالك باش تتحكم في ليسباس يعني في شي حوايج اللي ما يحتاجهمش راه ما تخدمهمش. اوكي دونك هذا الميكرو كونترولر. عندنا مداخل تماثليه. هاد المداخل التماثليه بحال بي دبليو في ام كيمكن لك عندها من 0 حتى 5 كيمكن لك تحكم حتى ديك الفالور اللي ما بين 0 و 5. اوكي انالوجيك كتسمى. عندنا رجل التغذيه للمتحكم. هنا عندنا من في ان حتى ريسيت. هاد في ان شنو هي؟ هاد في ان في بلاصه دابا بحال دابا انايا نديرو مثلا البروجي ديال هذيك على حساب ضد فيروس كورونا ديال كتغسل بالصابون بلا كونتاكت مع هذيك البونيه. دوك هنايا انا جيت حطيت هذاك البروجي صاوبتو مع البيسي. انا ما يمكنش ليا نحط هذاك البواتي مع هذا الاردوينو في اللافابو وهز بيسي تما الماء ما يمكنش حتى لي سباس ما يمكنش. دوك انا اش كندير؟ خاصني ندير لاليمونطاسيون اكستيريور خارجيه كنبرونشيها بروغرام ديجا كاين عندي في الميكرو كونترولور كيت اكزيكيوتا يعني بلا ما ندير البيسي. دوك هنايا كنستعمل هاد الاخ الطاقه ما نستعملش الطاقه هادي نستعمل هادي. دوك هنايا باش نانديكي لاكارت يعني راني مستعمل هاد الاخ الطاقه باش ناليمونتي باش ناليمونتي لي كابتور ولي موديل وداكشي اللي عندي ولا شي موطور شي حاجه غادي نستعمل هاد في ام. اوكي دونك هاد البين اللي ناخذ باش ناليمونتي الاخر لي كابتور وداكشي دونك في ام. مزيان جي ان دي وجي ان دي راه بحال قبيله بحال جي ان دي اللي هنا هما ثلاثه هو لا ماس يعني الموان. عندنا 5 فولت 5 فولت راه هي باش كتب بحال دابا هاد الاخ اليو اس بي كيعطيك 5 فولت بغيتي تبرونشي تكونيكتي بحال شي كابتور ولا شي حاجه راه غتعطي لها ليمونطاسيون من هادي 5 فولت الا كان محتاج هو غير 5 فولت. بحال دابا مثلا عندي شي كارت بحال شي موديل بلوتوث موديل بلوتوث كيف ما كان النوع ديالو اي حاجه باغي تبرونشي دوز لاطو خاصك تفيري في فيش تكنيك ديالها شحال تاع الفولتاج كتحتاج. لقاش كاين شي كارت بحال موديل بلوتوث ما كيحتاجش 5 فولت كاين اي ار اف اي دي تا هو كاين بزاف ما كيحتاجش 5 فولت كيحتاج 3.3. دونك الا جيت برونشي في 5 فولت كاين ريسك كبير بان هذيك الموديل غادي تحرق ليا. دونك هنا خاصني نشوف فيش تكنيك. دونك في هذيك الحاله غادي نبرونشي لا ليمونطاسيون في 3.3 وعندنا ريسيت. دونك هادشي اللي كاين في هاد كتلخيص مختصر لهادشي اللي شفنا في الحصه اللي فاتت. دونك شكرا على تتبعكم وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وما تنساوش بالنسبه للاخوان الاخوات الجداد اللي شافوا هذا الفيديو يدعموا المتجر ديالنا ينخرطوا في الفيسبوك في الجروب في المجموعه ديالنا في صفحتنا في فيسبوك يدخلوا الجروب باش نعطوهم الرابط باش يدخلوا لمجموعه الواتساب تما فين كيكون عندنا التفاعلات. كنشكركم ومرحبا بكم بالتوفيق.